شكرا جزيلا. قبل كل شيء أهنئ الشعب السوري بحلول شهر رمضان المبارك، في هذا الشهر يكون شهر خير وبركة على الشعب السوري وإسقاط نظام بشار الأسد، وشكرا لحضرتك وكل المشاهدين. سيدتي العزيزة، نحن وصلنا بعد مرور 14 عام من الثورة السورية. صراحة بكل صراحة نحن اليوم مررنا يعني بالفشل الحقيقي، بالسبب السبب الرئيسي تخلي بعض الدول على الملف السوري، وهو السبب المعارضة السورية الائتلاف ما يسمى فشل بعدة محاولات، إن كان باستانا بجنيف برياض 1 2، بمعنى الكلام بعدة مناسبات يعني مؤتمرات بتخص المعارضة السورية وتخص الثورة السورية قادها الائتلاف، وكانت دائما يعني تنتج بالفشل. السبب الرئيسي الفشل الذي نمر نحن فيه الآن في سوريا، إن كان من فقر، إن كان من جوع، إن كان من اعتقال، من تشتيت وتهجير الشعب السوري على يد النظام ومن ولاه من الميليشيات المجرمة في سوريا. سيدتي العزيزة، الحل الوحيد لإسقاط وإزاحة هذا النظام أن نتوحد جميعا كسوريين. أنا كنت موجود بأحد المؤتمرات، وقال يعني أحد السياسيين الأوروبيين، قال نحن أسقطنا نظام معمر القذافي لكن الليبيين خذلونا. بمعنى الكلام لو كان الشعب السوري متوحد لكان يعني بدأ الحل السياسي وإسقاط النظام وتشكيل حكومة مؤقتة لبناء الدولة، لكن الفشل الذي نعيشه الآن هو الفشل من بعض الدول التي تحالفت مع النظام وطبعت مع هذا النظام المجرم على حساب دماء الشعب السوري وتهجير الشعب السوري، والآن الشعب السوري يعاني يعني ويفقد أبسط مستلزمات الحياة. لكن ما هو الحل؟ ما هو الحل؟ سيدتي العزيزة، الآن يوجد في سوريا عدد كبير من التيارات والمجالس، يعني أصبحت المجالس والتيارات السياسية يعني مثل كأنه إنسان كل 10 5 عم بيحاولوا يفتحوا دكان جديد. طب نحن ما بدنا نفتح دكاكين، يكفينا يعني تشتت، يكفينا نزاع. يعني يوجد عندنا نزاع داخلي في الجنوب السوري، يوجد عندنا نزاع داخلي حتى في السويداء، نعم هناك يوجد حراك وطني، لكن حتى يوجد انقسام في الشارع السوري. يعني أين رأيت هذا الانقسام سيد قاسم في السويداء؟ الانقسام في بعض الأجنحة مثل مالك أبو الخير، هذا يقود حزب اللواء التوحيد، حزب اللواء ما نعم يسمى سوري، هذا يعني يحاول يعمل شرخ في المجتمع في السويداء حتى يعني يأخذ الحاضنة الشعبية لصالح هذا الشخص في السويداء. ويوجد الآن الفيلق الخامس في ذراعه يحاول يعمل انشقاق وانقسام ما بين أبناء الجنوب بشكل عام وبالذات بين عشائر حوران. نحن سمعنا في الآونة الأخيرة هاي أحد الأخطاء أو أحد التجاوزات اللي عم تحدث في الجنوب السوري، إذا وهذا كان يعني اعذرني هنا على السورية. المقاطعة سيد قاسم، الأزمة السورية وصلت إلى مرحلة مختلفة بمطالباتها عن السنوات السابقة. اليوم الرقم، نعم صحيح. اليوم القرار الأممي 2254 هو بات مجرد رقم ضمن الخطابات اليوم نعم. من المسؤولين دوليين إقليميين أو في سوريا حتى. في ظل هذه الظروف، ما الذي تحتاجه سوريا اليوم فعليا لاستنهاض القرار الأممي 2254؟ يعني جير بيدرسون يقول لنا اليوم لا حل. أكيد سيدتي، عندما لا يوجد حل في سوريا الحل موجود. الحل الأول لتفعيل قرار 2254، الشعب السوري الآن في الداخل، أنا أتكلم عن الموجود بالداخل، موالي ومعارض وموالي ومعارض، كله يريد الحل السياسي وإسقاط النظام وحل مرضي لكل أطياف الشعب السوري، هاي أولا. بس ما هي الطريقة حتى يتم تفعيل قرار 2254 للأمم المتحدة حتى يعني نتحرك خلال هذا القرار؟ أولا يجب توحيد كل الجهود السياسية الخارجية من مقيم في أوروبا، والجهود السياسية من مقيم في الدول العربية دول الخليج، ومن موجود في تركيا أولا، وثانيا إنهاء الخلافات السياسية الشخصية ما بين أطراف المعارضة بينها وبينها البعض، وإيجاد حل وتشكيل حكومة مؤقتة فعلية على الأرض حتى تكون هذه الحكومة هي البديلة لإسقاط النظام. لذلك الآن احنا نجد من الولايات المتحدة وبعض الدول العربية التي طبعت مع النظام، ومنها من تراجعت عن قرار إسقاط النظام، ومنها من تقف مع جانب الشعب السوري كخجلا يعني كدمعة عين أمام الشعب السوري. نحن لا نريد دموع، نحن نريد كفعل. عندما نسمع المجتمع الدولي يقول نحن مع الشعب السوري،
كلمة مع الشعب السوري هذه أصبحت كلمة يعني من الماضي، نحن نريد الآن كفعل، عندما نقول مع الشعب السوري تكون تطبق كفعل على الأرض. لذلك الحل الوحيد أن يجد حل وانتقال سياسي مرضي لكل الأطراف، يجب توحيد كل الجهود السياسية والبعد عن الاقتتال العسكري والسياسي والداخلي والخارجي بشكل عام. هذا أولا حتى يتم تفعيل قرار 2254. يعني بكل صراحة عندما نتحاور مثلا مع الولايات المتحدة، هل يوجد بديل؟ هل يوجد قوة على الأرض؟ لا يوجد. هل يوجد شيء؟ يعني بكل صراحة حتى الدول العربية كذلك، حتى الأردن كذلك، عندما اليوم تتعامل مع النظام بشكل يعني مباشر، الأردن يوم تعاني من تجارة المخدرات من جهة الجنوب السوري، طيب هل يوجد بديل حتى يكون بديل هذا النظام أن يكون متواجد في الجنوب السوري يعوض حرس الحدود عن هذا النظام مثلا بشكل عام؟ لا يوجد. لذلك النظام ما زال قوي كعسكريا على الأرض، لأنه اليوم لا يوجد قوة على الأرض تواجه النظام. نحن نريد اليوم مواجهة سياسية، نبعد عن القتل والاقتتال والحق، ونريد حقن الدماء ونحافظ على ما تبقى من شباب الشعب السوري. هاي أولا. وثانيا نتمنى من الجميع، من أخوتي السوريين، أنتم رأيتم كل الدول تخلت عن القضية السورية، السبب الرئيسي التشتت السياسي الذي يمر فيها الحال أو الملف السوري بشكل عام. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. من ألمانيا قاسم الحريري، رئيس المجلس السوري الموحد للبناء، شكرا جزيلا لك.